الناس دي زعلانه من العلمانيه ليه؟ وبعدين البلد دي ما تتعلمن ولا تتمكيج، الناس مضايقه مالها؟ هو الدين ده لازم ندخله في اي حاجه؟ افصل الدين ولا ما افصله؟ الناس دي مالها عامله جوطه في البرنامج ده. يلا شيل الكلام ده كله على جنب واسمع مني. اربع اصناف من البشر ما تتكلم عن العلمانيه نهائي. واحد جه قال ليك ان العلمانيه من العلمانيه والعلمانيه من العلم، ده تعرفه جهلول كبير وده تونسه في الطبيخ والنجيله لونه اخضر ليه، لكن العلمانيه لا. عود نفسك دايما لما تصادف اي مصطلح انك تسال السؤال ده، المصطلح ده جاي من وين؟ اصله شنو؟ عشان ما يلعبوا بيك كوره ويضجلوا بيك. اي تعريف في الدنيا دي عنده ركنين، فورم وكونسبت. حلو كونسبت دي، شكل واللي عباره عن بنيه الكلمه، والتصور اللي هو مضمون المعنى. اي مصطلح اتصدر لك او هجر لك لازم تكون عارف شكل المصطلح ومضمونه عشان تعرف تتعامل معاه. ما ينفع ان اجيب لك علبه بتاعت فسيخ واكتب لك عليها ميلك شيك فتجيب لك شفاطه عشان تشفطها طوالي. العلمانيه اسياده، لا عرفوها بالعلمانيه ولا العلمانيه، عرفوها بالعالمانيه من العالم. طبعا في ناس ما بتحس بالطمانينه او موثوقيه من اي معلومه الا لما تكون مختومه باسماء شامبوهات جونسون ديفيد كده يعني. فدي الحل رايح وملله. جون هوليوك اسم شامبو يهودا، هو اول واحد استخدم كلمه سيكيولوريزم بعد ما ترجمها من اللغه اللاتينيه، كان اسمها سيكيولام اللي هي كانت بمعنى العالم الكون العصر. واصبحت الكلمه دي بيعبر بها عن المذهب السياسي بتاعه اللي فيها انه فصل النظام الاجتماعي عن السلطان الديني. ما في اي علم هنا. وكل المعاجم ابتداء من اول معجم فرنسي عربي عرفت كلمه سيكيولوريزم على انها العالم، فالاسم الحقيقي هو العالمانيه من العالم، لا العلمانيه ولا العلمانيه. ومن هنا وقدام هنستخدم مصطلح العالمانيه للتعريف عن العلمانيه. ولما تصادف واحد يقول لك انه العالمانيه ده ما عنده موقف من الدين، ده حتى العلمانيين ديل بيقفوا في المساجد وبيصلوا في الصف الاول وبيصوموا رمضان حتى حافظين قران، ده على طول تمشي تجيب لك كوبايه عصير وتقعدوا مع الجهلول الاول ده عشان في قعدتهم دي ممكن يعددوا فوائد للويكا. اخذ مني اول مفاجاه دي، مصطلح العالمانيه ده ديني في اصله. القساوسه ورهبان النصارى كانوا بيطلقوه على رجل الدين الما ملتزم بقيود الرهبه ده زمان، يعني رجل دين بس ما مترهبن. اتطور المصطلح ده لغايه ما اخذ معنى تاني، انه الشخص اللي بينتقل من عالم الرهبانيه الى عالم خدمه المجتمع، كانوا بيسموه في اللحظه دي برضه العالماني، واصبح بعد كده بيعبر عن نقل مسؤوليات السلطه الكنسيه الى السلطه السياسيه المدنيه، لغايه ما في الاخير اصبح المصطلح ده بيعبر عن فصل الدين عن الدوله. العالمانيه دي عامله زي كوفيد 19، كورونا فيروس، بتتطور وبتتشكل مع الزمن، ما عندها تعريف ثابت، لكن بتشوف تطبيقها واثارها في المجتمع. الشيء الوحيد الثابت مع كل تطوراته ده هو موقفها من الدين. والعلمانيه دي نوعين، اي واحد علماني هيتكلم معاك هو واحد من النوعين دي. الاول اسمه علماني شامل، يعني علماني على السكين، وده بتلقاه دايما عنده موقف صارم اتجاه الدين والميتافيزيقيا والغيبيات عموما. ده اللي بيقول لك ان الدين ده افيون الشعوب، الدين ده سوق بيسترزق بيه وبعض الناس بيضحك على الاخرين، ما في حاجه اسمها غيبيات، والانسان ده عباره عن ماده والحياه طبيعه، وده طبعا اللي عنده رب يعبده واللي عنده دين لاميو. في النوع الثاني اسمه علماني جزئي، يعني نص نص، لا هو علماني قح ولا هو متدين قح، سكن نظيف يعني. ده بتلقاه بيصلي وبيصوم وماسك سبحه في يده، لكن الدين بالنسبه له عباره عن اخلاقيات وعبادات فرديه وبس. ده اللي بيقول لك دايما الدين قلبك هنا، الدين دايما في المصلايه في الجامع، لكن ما بيقبل من الاله المعبود ولا الدين انه يكون عنده كلمه في الدوله، لا سياسه لا اقتصاد لا قوانين احوال شخصيه ولا غيره. الدين ده جامع ومصلايه وسبحه واقفل على كده. والاثنين سواء شامل ولا جزئي بيجيبوا خط احمر مع بعض، لو جيت وقلت ان المعامله دي ربويه ولا قانون زواج الشواذ ده حرام ولا انه الاسلام هو دين الدوله الرسمي في الدستور، يجيفوا ليك ويقول ليك الدين ده طاهر وسامي، سياسه دي نكسه، كلها حفر وكذب وخداع، الحاجات دي ما بتشبه الدين. طيب معلش يعني الموضوع ده بيخالف الدين وين؟ انتوا عايزيننا دوله دينيه ما يحكمنا فيها الا شيخ؟ وبعدين الدول اللي سبقتنا بالسنين الضوئيه دي ما عشان الدساتير اللي ما عندها علاقه بالدين، وبعدين وين الجهلولين التانيين اللي انت قلت عليهم دي؟ لا يعني انا هقول لكم كل الحياه دي في الحلقه دي؟ اي نعم احنا قاعدين في البيت ده بسبب الكورونا، لكن ما لدرجه دي، مسافه تدوس بس على جرس تكون الحلقه الجايه جاهزه. سلام عليكم. Yeah.